ظروف معيشية صعبة لكنها أفضل بكثير من أجواء الاقتتال في مناطقهم، هكذا يصف اللاجئون الذين قدموا من مالي أوضاعهم في موريتانيا. اللي جابني هو اللي معروفة أن أرضي فيها المعركات هذا والمشاكل ياسر، يجوك من كل يوم كل جهة، كل يوم كل جهة يجوك ما تعرفهم بعد، ولا تعرف سببهم ولا تعرف أنت فيهم، والله أنت لا كل حد يجوك شورها وهوك ولا ما تعرف منهمش. أسرة باليل وصلت بشكل تدريجي للعاصمة نواكشوط ضمن قلة استطاعوا الوصول إليها بعد أن ظلوا لفترة في المخيمات المخصصة للاجئين شرقي موريتانيا. وأنا عندي 4 شهور هون وعيالي عنده 2 سنين في نواكشوط هون. الحمد لله أمور الاقتصاد هذا صعب علينا، لكن الحمد لله اللي شاد علينا ياسر هو الكيران الضار هذا، كريها ب60,000 والله أكثر قاع. في فكتيرة الماء وفي فكتيرة الضيم اللي خاصة ما هو في هذاك الفضل، هذا ياسر علينا. مراقبون يرون أن تزايد تدفق اللاجئين إلى موريتانيا متوقع في الفترة القادمة في ظل توتر الأوضاع في مالي، وأشاروا إلى أن ذلك سيشكل ضغطا على السكان المحليين في مناطق تنقصها الخدمات الأساسية. اللاجئين في ظروف صعبة، لأن حتى أن هذه المنطقة للموريتانيين تعاني من كثير من المشاكل، انعدام الصحة، التعليم، الأمن، وصول لاجئين جدد سيصعب الأمور على السكان الأصليين. الدولة تحتاج إلى موارد من أجل إيواء هذه اللاجئين، لأن العدد كان قبل وصول هذه الدفعة الأخيرة. وكانت الحكومة الموريتانية قد أبدت قلقها من تدفق اللاجئين من مالي إلى أراضيها، كما دعت المجتمع الدولي إلى تبني خطة طوارئ تسمح بمساعدة هذه الأعداد المتزايدة منهم. تشير آخر الأرقام الرسمية المعلن عنها هنا إلى أن موريتانيا استقبلت أزيد من 120,000 لاجئ من مالي، 80% منهم في مخيم برا شرقي البلاد، والرقم في ارتفاع، أمر تزايدت معه التحذيرات حول تأثير ذلك على ظروف حياة السكان المحليين. طيب الغوث الحرة نواكشوط.